كابتن حفير، مرحبا بك. اول سؤال حبيت ناخذ رايك حول مستوى البطوله العربيه هذه. مستوى فوق المتوسط عموما لحد الان في مباريات الجولات الاولى وبدايه الجولات الثانيه، لا يمكن الحديث عن مستوى عالي لانه المستوى متباين بين المنتخبات. ممكن نتحدث على مستوى عالي في ادوار متقدمه لما تكون في مواجهات كبيره بين مصر والجزائر وتونس والمغرب وقطر والعراق فيما بينهم، ممكن يرتقي المستوى اكثر. ولكن لحد الان ما عدا خساره تونس امام سوريا بهدفين لصفر لم تحدث اي مفاجاه لحد الان في لما شاهدناه من المباريات. ما هي المنتخبات التي شدت انتباهك ومن تعتبره المنتخب الابرز للبطولة؟ اعتقد بان المنتخب المغربي هو الابرز، ياتي بعده الجزائر وقطر لحد الان، وابداع وصمود سوريا، مش ابداع لانه لم يكن هجوميا ولكن كان منظم كما ينبغي. ما عدا ذلك المنتخبات الاخرى متقاربه شويه. هناك لاعب معين شد انتباهك؟ لا لحد الان لا، تقريبا مع اللاعبين المعروفين مستوياتهم متوازنه كالمعتاد، ولكن لاعب شد انتباه له. كابتن، مقابلتك وتعليقك على منتخبات المنتخب التونسي لطالما اثارت الجدل، يوم امس كذلك بوليميك صارت حول مقابله سوريا، وفما شكون اعتبرك منحاز لمنتخب سوريا. اللي اعتبرني بانه مش عارف قريت واحد الاشياء شويه غريبه، انا مره اخرى استغرب، اعتقد بانه الجماهير العربية عموما مش فقط التونسية حتى الجزائرية يجب أن تركز على المباراة عوض أن تركز على المعلق وتركز على المذيع وتحاول أنها ترمي الشماعة على أي واحد. بارح منتخب تونسي كان تعيس، تعيس جدا. أتحدى أي واحد يقدر يقول بأن المنتخب التونسي كان جيد. بعدين ماذا ننتظر من المعلق؟ يعني ننتظر من المعلق أنه يمدح تونس، تونس البلد ولا تونس المنتخب؟ أنا أتكلم على منتخب كرة. لو كان التونس بارح منتخب جزائري كنت نسمعك فيه، يعني واش نقول. ومع ذلك أنا لم أقلل من قيمة المنتخب التونسي، بل بالعكس لأنه قيمته كبيرة وعالية، فأنا يحزنني ويؤسفني أنه يظهر بذلك الشكل. وبعدين أنا مرتاح جدا صدقني، ونحس بأنه في حملة، أنا عارف بأنه في حملة، نحس بأنه في حملة مقصودة كل مرة. لأنه كيف تتصور أنه حتى بعض السوريين لاموني قالوا لي بأنك متحيز لتونس؟ أنا لما يقولوا لي بأنه تونس بأني كنت متحيز لسوريا والسوريين بأنني كنت متحيز لتونس، هذا معناه أنني كنت في المستوى. حملة يعني وراءها شكون، فما شكون قاعد يحرك فيها؟ لا أنا عارف بأنه فيها حملة ويحركوا فيها ناس، طبعا صعب جدا أنه الإنسان يتحكم لأنه هذه مصادري من تونس، وبعدين نفس الأشخاص، وبعدين معروفة تبدأ مباشرة حتى مع المباراة تبدأ الحملة. في ذباب الكتروني رهيب جدا، الله يكون في عونه. انا ضميري مرتاح جدا وغدا يوم اخر. يعني بالمستوى اللي شفته المنتخب التونسي يوم امس اعتقد صعب إذا يكون مراهن على البطوله، شنو رايك انت؟ طيب حب نجاملوا هؤلاء الناس اللي ينتقدوا؟ لا عاوز الحب الحقيقه. فبالمستوى تاع البارح تونس تطلع، تونس في مع اول منتخب تواجهه في الدور ربع النهائي تطلع بالمستوى تاع البارح، ولكن تونس انا عارف بانه عنده المقومات باش يعاود يخرج اشياء اخرى ممكن تفيده. هذه المباراه جاته الان تفيده انه في امام في مواجهه الامارات يخرج اشياء من المكونات والمقومات اللي عنده، ولكن بالشكل هذا لن يذهب بعيدا منتخب تونس. واذا حبوا الناس نمدح تونس نقول لهم سيكون البطل، يعني بالنظر لمباراه البارحه تونس هي التي ستكون البطل.